مرحبا، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بلاك ميرور. هنحكي عن السيزن الثالث. السيزن الثالث في بلاك ميرور في منه 6 حلقات. هذه الحلقة الأولى اسمها نوز دايف، من الحلقات اللي كتير أنا مقتنع فيها وشاعر أنها راح تصير في القريب العاجل، اللي هي السوشيال رانكينج، اللي هي التقدير الاجتماعي، بحيث انه زي ما انت شايف انت عندك جهاز. هذا طبعا بيحكوا انه المستقبل رح يصير، بس في دول ومنها الصين بدأت تطبق جزء من هذا الشيء، انه كيف انت في المستقبل رح يكون انت بتقيم الناس والناس بتقيمك، فبالتالي بناء على تقييمك اللي هو من 5 هون بيكون عندك انت privilege، هنحكي عنها قريبا. طبعا هون زي ما انت شايف بصيروا الناس يضحكوا لبعض خداعا وكذبا، بس بصير انه يعطي تقييم، سواء شايف كيف مبين عليها هيك الخداع او الضحكه، اعطتها هون انه هاي هي 4.6 وانه هاي عندها 4.2، فاعطتها هي تقييم مثلا، او شافت شو الشغلات. طبعا عندها زي اشي في عينها او في دماغها بتقدر تشوف او تعمل فيو زي ما انت شايف. كل واحد عنده تقييم في المجتمع اللي تقييمه 4.5 فما فوق، بكون هذا من ساسة المجتمع، من أحسن الناس. اللي تقييمه أقل بكون من الناس السيئين. طبعا كل إنسان تقدر تشوفه قدامك ومعاه هذا الجهاز بيقدر يقيمك وتقيمه بناء على التواصل الاجتماعي بينك وبينه. طبعا في النهاية زي ما انتم شايفين كل الموضوع بكون على كيف انك تقيم. بتصير انت تحاول تجتهد انك ترضي الآخرين، ترضي أصدقائك، ترضي زمايلك في العمل، بس عشان يعطوك تقييم جيد، عشان تقدر توصل لقامة المجتمع أو الناس المهمين في المجتمع. طبعا بتطلع بتاكسي بقيمك، بتحضر أي شيء بقيمك، وانت بتقيمه. يعني إذا انت تأخرت أو هون بتعرض عليها شوية كوكيز بتقول لها لا شكرا أكلت. يعني شوف انك بتصير انك حتى تصطنع الأشياء الكويسة عشان الناس تقيمك جيدا. المهم هون واحد صديقة إلها بتكون تقييمها عالي جدا، بدها تتزوج، فبتعزمها على زواجها وتكون هي الصديقة تبعتها في الأفراح تبعتها، فهي بتقرر يس. شوف حتى بدهاش تطلع بطلع أخوها مثلا، تطلع حالها في منظر جيد عشان صاحبتها تقيمها جيد. المهم في المختصر بتضطر هاي السيدة إنها تروح تسافر عشان تحضر العرس. فقبل ما تسافر بكون في عندها مشكلة مع البنت هاي في القديم. أخوها بقول لها أنت عندك مشكلة، بروح أخوها معطيها باد ريتنج لأنها عصبت عليه. أول من هون بتبدأ تنزل الريتنج تبعها. طبعا بما أنه عندها باد ريتنج مع أخوها، زي هون شايف أعطته باد ريتنج هي، فهو أعطاها تقييم سيء. اتأخرت على التاكسي، شايف نزل من تقييمها، اتأخرت على التاكسي، التاكسي أعطاها تقييم سيء، ضربت بهاي السيدة، هاي السيدة أعطتها تقييم سيء زي ما انتم شايفين، تك 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 نزل التقييم. المهم وصلت على المطار، قالوا لها للأسف تأخرت الرحلة أو الرحلة التغت، ممكن نحجز لك على رحلة ثانية. المهم تأخر الطيارة، بدنا نحجز لك على رحلة ثانية. لما اجت تحجز على رحلة ثانية قالوا لها لا انت الريت تبعك اقل، فبتقول لها انا هذه حالي لازم اتزوج، واحدة صديقتي تتزوج، بتقول لها انا ما عندي، ما بقدر ادخلك لانه في هاي بوليسي للمطار، انت الريتنج عندك اقل من 3. بتصرخ عليها، المهم دارت بتصير تصرخ عليها وتحكي كلام نبيذ. المهم كل الناس حواليها بنزلوا لها الريتنج، بصير الريتنج تبعها اقل من 4. المهم زي ما تشوفين كيف التشيكينج بوينتس كانت بتروح بتعطيها، بيجي الشرطة بقولوا لها انت للأسف رح نعطيك ريتنج لانك سبيتي، هنعطيك تيمبوري ناقص 1، فبتصير هي 3، بكون هذا سيء جدا لمدة 24 ساعة. شوف كيف حتى العقاب بصير عن طريق الريتنج، صارت 3.1، فالآن ما بتقدر تطلع بالطيارة نهائيا ما انها 3.1. طيب شو بدها تسوي؟ بتروح بدها تاخذ سياره، تستاجر سياره وتسوق.
بعطوها سيارة قديمة من النوع القديم، ليش؟ لأن الريتنج تبعها سيء، فهمت كيف؟ فبصير الموضوع كله على الريتنج. المهم طبعا سيارات كهرباء كلها توصل لفترة إنه بدها تشحن، تشحن السيارة وتعبي السيارة كهرباء، توصل لمكان يعبي كهرباء للأسف بكون السيارة لأن موديلها قديم بدها أدابتر للشاحن، الشواحن الجديدة مش موجودة، فلما تروح على محطة شحن الكهرباء بقولوا لها ما عندنا هذا الأدابتر، فبتترك السيارة هناك خلاص وبتصير تعمل أوتو ستوب، فبتطلع مع سائقة شاحنة. هاي هي سائقة الشاحنة بتقول لها نفس القصة اللي صارت معها، أنا كنت عندي ريتنج كويس وللأسف الناس صاروا يعطوني ريتنج سيء وأنا اضطريت أشتغل هذا الشغل مجبر أخاك لا بطل. المهم بتسوق فيها بتقول لها أنت لازم تكوني شخصيتك بنفسك، ما تعتمدي على هذا الريتنج، ما تكوني عبد لهذا الشيء. للأسف الآن صرنا عبيد للتكنولوجيا. المهم بتطلع عدة طرق وعدة هون تطلع مع ناس تانيين عشان توصل للمدينة. المهم آخر شيء بوصلوها لمكان بتلاقي الناس طبعا وصلت للعرس زي ما انتم شايفين هون العرس لناس إليت ناس راقية. طبعا لما تيجي تدخل على الريزورتس او المكان اللي عاملين فيه العرس هذا بمنعوها من الدخول لان الريتنج تبعها صار واطي كتير، فبتضطر انها تدخل من ورا زي ما انتم شايفين تشحبرت وتخربطت ونزلت في الطينة. والمهم وصلت للعرس، فبالعرس هذا تعمل سبيتش وطبعا بتحكي عن كيف هي تعذبت عشان توصل، كيف تعبت، كيف كانت تكره البنت هاي لأنها كانت تحقد عليها وكل الأولاد هي أحلى منها، كانوا كل الأولاد يحبوا هذيك ما يحبوا هاي. المهم السبيتش تبعها حلو في النهاية، لكن آخر شيء بيجوا السيكوريتي طبعا وبزتوها في خارج المكان. طبعا القصة كلها على بتصير هي كريمينال وبنزل الريت وبتصير خلص انتهى هذا الإنسان، هذا الإنسان انتهى. فالقصة بتحكي كيف احنا صرنا عبيد للسوشيال ميديا. طبعا انا بحكي لكم ليش انا قريبة على قلبي، طبعا هم بياخذوا بصمات العين لانه انا بعرف هذا الشغلة رح تصير في القريب العاجل وانا متأكد، فما حد هنا الحلقة بسؤال لكن حسألكم انتو هل تتوقعوا انه هذا شيء جيد ولا لا؟ هل انتم معه ولا ضده؟ كيف ممكن نمنع هذا الشيء انه يحدث واحنا شايفينه عم بيصير في كثير من الدول عم بتصير ومعظم الدول، والان عم بنحكي عن موضوع التشيب اللي بدي نحط تحت الايد عشان تو كنترول اس. ف شو توقعكم؟ سلام. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل